إذن مشاهدينا، على مبدأ من لم يقتل بالرصاص قتلته أساليب أشبه بتلك التي تخيلتها أفلام هوليوود، فعبر عمليات غامضة وخطط غريبة لجأت إسرائيل عبر ذراعها الاستخباراتية الموساد إلى التخلص من خصومها دون ترك آثار. في سبعينيات القرن الماضي حاولت إسرائيل اغتيال الرئيس العراقي صدام حسين عبر كتاب مفخخ، والذي انفجر بأحد مرافقي صدام بعد أن رفض الأخير فتحه. وفي عام 1972 قام عملاء الموساد بتبديل القاعدة الرخامية للهاتف الذي كان يستخدمه محمود همشري ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في شقته في باريس، والتي انفجرت بهمشري مجرد رده على الهاتف، ما تسبب بفقدانه لساقه ووفاته لاحقا. وبرر الموساد هذه العملية نذاك على أنها رد على مقتل 11 رياضيا إسرائيليا في أولمبياد ميونخ. عملية أخرى أكثر غرابة وغموضا استهدفت عام 1978 وديع حداد زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبر استبدال معجون أسنانه بأنبوب مماثل يحتوي على سم طوره علماء إسرائيليون، والنتيجة موت حداد بعد 10 أيام ببطء وبطريقة مؤلمة. أما عام 1996 فتمكن الشباك من خداع يحيى عياش صانع قنابل من حماس وتفخيخ هاتفه المحمول أحضره أحد المتعاونين الفلسطينيين إلى غزة، والذي انفجر مباشرة أثناء تلقيه مكالمة هاتفية من والده. كما تعرض خالد مشعل عام 1997 لمحاولة اغتيال فاشلة في الأردن عبر حقنه بالسم أثناء خروجه من مكتبه من قبل عملاء إسرائيليين، انتهت بتسليم إسرائيل الترياق المضاد للسم مقابل الإفراج عن منفذي العملية. وإلى عام 2020 وعملية اغتيال محسن فخري زادة رئيس البرنامج النووي الإيراني، والتي قيل إنه تمت عبر مدفع رشاش يتم التحكم به عن بعد، وقام الموساد بتهريبه إلى إيران قطعة قطعة وتم تجميعها ثم وضعها لشن كمين على العالم أثناء سفره بالقرب من طهران.